حصد فيلم جناء المعلقة الذي عرض بمهرجانات البحر الأحمر ومالمو وفينيسيا، وكان السينمائي على عدة جوائز منها النقاد العرب، والذي يتم عرضه حاليا بمسرح الرشيد. الفيلم من إخراج أحمد ياسين الدراجي وبطولة الوجه الشبابي وسام والطفل حسين، وشارك فيه النجمان جواد الشكرجي وعلي فرحان. وأكد مراقبون للمشهد الفني أن الفيلم أعاد السينما العراقية إلى الواجهة، وشجع على مواصلة إنتاجات أخرى تعزز مجال التمثيل السينمائي بالعراق. جناء المعلقة هو فيلم يحكي عن اخوان اثنين عايشين باطراف بغداد يشتغلون بالتمر الصحي، وبهذا التمر راح يلقون سكس دول. السكس دول راح تغير حياتهم. من راح تشوفون الفيلم راح تعرفون هواي احداث بالفيلم. ذكرت شيء؟ سلامتك. هذا حاضر. للقصف. حسين هو رحلة بحث، يعني هذا الموضوع هو المعني به المخرج أكثر، لأنه رحلة البحث عن الطفل الممثل حسين كانت كلش طويلة، لحد ما لقاه مساعد المخرج أكتر كوتش عن كحيل خالد، وعن خلال كحيل خالد صار الكاستينج تشوفوا حسين، وظلت التمارين استمرت ويا حسين لمدة 6 أشهر إلى 7 أشهر، بعدها دخلنا إحنا بالفيلم. أنا كلش فخورة بالمنجز العراقي اللي قاعد يوصل للعالمية، اللي دينال على إعجاب الكثير من الجهات الدولية اللي ربما هم خبرتهم الفنية خبرتهم بهذا المجال أكبر بهواية من خبرتنا. جنان معلقة بعدني ما شايفته اليوم العرض الأول، بس أتوقع أنه راح يكون عظيم جدا بحسب شهادة الكثير من النقاد الدوليين وأكيد الجوائز اللي حاز عليها. وقصة الطفل دائما تكون بكل فيلم مهمة جدا وملهمة، احنا دائما نستمد عاطفتنا ونستمد الطاقة بالحياة من الأطفال، بالتالي انه تكون البطولة لطفل عراقي الكثير من الأشخاص بالعالم انعجبوا به، ونتوقع ايضا انه يكون بالأوسكار. هذا الشيء ابدا مو صعب على المنجز العراقي، وان شاء الله اتمنى التوفيق لكل اللي شاركوا بهذا العمل. تجربتي بالفيلم أنا بالبداية هاي التجربة هي أروع تجربة إلي، لأن أنا أول فيلم روائي طويل إلي. أنا عندي أفلام قصيرة يعني خارج البلد، بس كأول فيلم روائي طويل إلي هو هذا تجربة كلش مختلفة، كانت تجربة صعبة يعني كإلي. أنا جاي من خارج البلد، فالأشياء اللي راح أشوفوها هسه بالفيلم أنا أول مرة أشوفها ذني، فتجربة كانت كلش صعبة. وهذا السبب يعني من اسباب مشاركتي بالفيلم انه حسيت بيها تحدي، وانا يعني هاي كلش فرحان انه انا دخلت بهاي التجربه. دعوه جدتك من المخرج، يعني شلون اكتشفك؟ مين عرفك؟ انا الدعوه ما جتني من الاستاذ احمد ياسين دراجي، انا كنت عايش خارج البلد رجعت للعراق، اجاني عن طريق الاستاذ كحيل خالد المخرج، اجى قال لي انه اكو فيلم. أنا مغرم بالتمثيل، عاشق للتمثيل، فقلت ليش لا، خلنا أروح أختبر وأشوف. شافني أستاذ أحمد ياسين الدراجي، قبلني بالفيلم وعطاني دور البطولة، وهذا كلش أنا فخور بنفسي أني اشتغلت وياه. والله فرحانين جدا أن جنان معلقة دي يعرض في بغداد، ومن بعد عروض مهمة ومحافل دولية مهمة، يعني إحنا شبابنا أبطال ودي يشكلون حضور بالسينما، وهذا دليل على أنه إحنا قادرين على انه نصنع سينما، بس بحاجه الى الدعم الدولي والناس المعنيين انه يفتحون ابوابهم ويفتحون ايديهم لنا، واحنا قادرين على انه نصنع سينما. ممكن يجي المشاهد يشوف، وانا راح ادخل اشوف الفيلم، وانا متاكد وانصح الكل يجي يشوف الفيلم، لانه احنا شبابنا من نصنع افلام ونصنع سينما نكون قادرين وبحب وعاشقين لهاي المهنه. فأني كلش فرحان اليوم وبتواجد أغلب النجوم ونجوم العمل ونجوم وسطنا السينمائي، فهي دعوة للثقافة، دعوة للحب، إنه إحنا اليوم نريد نوصل مسج للناس من خلال أفلامنا. فأنا اليوم كلش فرحان وأدعو للجميع إنه يحضرون. نحن كجانب قانوني
ندعم هكذا فن يرتقي بالمسرح ويجعله إلى الأمام. زائدا احنا كمحامين جايين مشاركين في هذا المهرجان في الجنائن المعلقة دعما لهكذا فنون وللتطور. كيف شاهدت الفيلم؟ الفيلم صراحة جدا لطيف وحلو، إن شاء الله في مستقبل زاهرة للأمام في هكذا أفلام.